يقعد أبناء الفيحاء ينتظرون أي سؤال عن مدينتهم حتى يعبروا عن حجم الإهمال والفقر والمعاناة يلي عم تتخبط فيها طرابلس. ولا يخفى على أحد صور الفقر يلي بتعكس ألم هالناس وحرمانهم، فضاقوا ذرعا بما يسمى وعود حتى وصل الإهمال إلى أهم شوارع المدينة. جوار قبل الحاجز اللبناني على الملولة بحمد تطلع على طلعة الشمال جبل محسن، قبل الحاجز بمترين 6-7 جوار غماق هولي ما عم يزفتوهم، بعد الحاجز بنطلع طالعين على بيتنا، بعد الحاجز بمترين 3-6-7 جوار كمان غماق، يعني من الليلة أو سيارة من الشركة بتتكسر دغري. إذا بيحبوا الجيش اللبناني يزفتوا له جنب الحاجز. يعني بطرابلس وين ما رحت؟ يعني مثل ما بيقولوا بين كل جورة وجورة في جورة. مثلا بعمل سبور كتير حتى أوصل محل ما بدي أعمل سبور، إذا نزل مشي بدك تشتغلي يمين وشمال 180 درجة بدك تطلعي مشي ما توعي مشي ما كذا. لو في زفت كانوا بيزفتوا لنا إياها، ما أنه ما في زفت هني بياخدوا بزفتوا عندهم بالباركين قدام الباب وهيك، ونحن ما فينا نزفت على الطرقات العامة. بأسف على البلد يصير فينا إحنا 2016، يعني نطلع على أوروبا وبرا ليش إن أحسن منا متقدمين أحسن منا، مع إنه إحنا جيل التالت رحنا. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر النبي والسما، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغيرو وسعدني وسعدني وما لبث أن ارتاح أبناء الفيحاء من الهم الأمني حتى كرت مسبحة الهموم من الطرقات إلى النفايات إلى أهمال مناظر المدينة، وصولا لعدم متابعة أي من المشاريع يلي بتخدم طرابلس. ما عم يشيلوها زبيلي. ليه معنا بلش يشيلوا حلت؟ والله هم ما عم يشيلوها، لكن قومي زبيلي والريحة طالعة والدنيا عيفي. قولي الله. وسخ على بين الشجر يلي بنص الطريق، هولي بن زمان كانوا مجملين المدينة أيام البلدية القديمة، كانوا قصوهم كاريه، هلأ صاروا كل وحدة شكل عم بقصوهم بالمنشار وعم بكبوا بيناتهم زبالة، والحديقة هونيك صارت مزبلة. هيدي اليافطة هلأ بتشوفيها من هون، هيدي من 20 الشهر البلدية حطتها، بس بعدها هلأ اليوم نحن قدي صرنا اليوم بعدها موجودة، ممكن تقعد شهر وشهرين ما حدا يشيلها. تمشي بالطريق بتلاقي شيء نابق من طالع من الطريق، شي عمود مثلا متروك مقصوص متروك، كل هيدي الحديدة بأجر أي شخص عم يمرق هون، شو بتتصوري ممكن يعمل فيه؟ مثل التبانة في إجحاف كتير كبير بحقها، مثلا من ناحية الزبالة ومن ناحية الوسخ، أنه مثلا شركة لافاجات ما بتعطيها أهمية مثل باقي المناطق، مثلا مثل المعرض التال بتعطيهم أهمية أكبر. شي عيب علينا يكون عنا هيك شي بلد بالطريق، شي طبيعي يعني، بس ما في حدا يعني شو بدي لك عيب، هيدا شارع رئيسي. طب وين الزهور؟ وين ال وين حش الحشيش؟ وين تزبيط الشجر؟ ما في شيء؟ قدامك ليكو ها. خدني بحلمك لحظة وحدي، خدني وروق، كل القايل هن عمي وصلوا لي، كل شي مرق علي بعمري جروح وحروق، مارقع مخي هيك فصولي، مش متوقع منك انت هيك بالذات، ومش عم صدق لما بيقولوا. ومهما حاولت المجالس البلدية المتعاقبة على المدينة انها تحسن وتقدم افضل ما عندها من خدمات للعاصمة التانية، يشعر الطرابلسيون انه مدينتهم مظلومة وتستحق أكثر حتى تستعيد لقب الحقيقي على جميع الأصعدة، وتكون فعلا العاصمة الاقتصادية والسياحية الثانية للبنان. إنه في بعض الأشغال عم تكون فيها البلدية خاصة على التل، إن شاء الله تكون أعمال تنتهي بالخير لمصلحة البلد، ونخلص من هالمظاهر اللي عم تسيء للنظر وتسيء للطرابلسيين بشكل خاص. جوا جبال بتجنن، عنا جوا أحلى من جبال بمئة مرة، بتجنن السواق اللي جوا الداخلية ما بدها غير عناية، القلعة مديعانة هيدي تنظيم، هي البلدية تعمل شيء، بلد فقيرة معترة كل ماله في تخلف، بفوتوا السواح يعني بيجنوا، بس بدوا نظافة عناية دعاية.
يعني مثل كل المدن، بس بدنا هالمسؤولين عن طرابلس زعماء يعملوا مشاريع فيها بيقدروا. بلدية ما في شيء ناقصها، يعني في ناس عندهم إمكانية، بس ما بس في ناس في عندهم إمكانية هن كبلدية، بس وين عم يروح على المصريات الله بيعلم. طيب ما في محاسبة، ما في لجنة رقابة، ما في شيء بلدية؟ المحاسبة إذا في انتخابات والشعب بيعرف ينقي. ولا مخليني اني في شوف شي حل، حاجة تفور حاجة تدور حاجة تكذب عالجمهور، رح بتشوف جرب غيري وشوف. اخبار السبق دائما بتتكرموا علينا وبتطلعونا باخبار الصباح بصوره هيك جديده وحلوه، وبقول لهم لهالصبايا الحلوين بتفرفحوا القلب من على بكره لما الواحد بيفتح التلفزيون وبيشوفكم. ومن يا بلدي